وفي ذكرى يوم الشهيد الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتأثر بالتحديات والأوضاع في المنطقة ويشدد على ضرورة ضبط سوق الصرف. الرئيس السيسي يؤكد أن معبر رفح البري سيظل مفتوحا تخفيفا عن الأشقاء في قطاع غزة ويكلف بإعداد دراسة لإعادة إعمار القطاع. ومع تواصل العدوان لليوم 55 بعد المئة، القاهرة تستضيف غدا جولة محادثات جديدة بشأن الهدنة، وخارجية فلسطين تطالب بترجمة إجماع حل الدولتين لأفعال. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة الإخبارية المفصلة والتي تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. التاسع من مارس من كل عام تتجدد ذكرى يوم الشهيد، ويتجدد معها الاحتفاء بقصص البطولة والفداء وقصص العمل المخلص المجرد والصبر من أجل حماية الوطن وصون مقدراته. وفي حديث الأوطان تنعقد النية وتتجدد العهود على مر التاريخ وعلى لسان الحاضرين للحفاظ على رفعة الوطن واستقراره وأمانه، عهود للحماية والبناء تطورتها الأجيال المتعاقبة بعزيمة الأجداد وسواعد الآباء ليبقى الأثر ويحيى الوطن شامخا إلى ما شاء الله. طول ما في رجال بتقدم نفسها من أجل بلدنا مصر إنها تظل حرة آمنة سالمة. كل سنة نحتفل ونهني نفسنا على مرور سنة بخير علينا. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تمكنت من القضاء على الفكر المتطرف. وأضاف الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة، وأن كل ظرف مر على الدولة خلال 10 سنوات الماضية له تكلفته يجب أن يتحمل تبعاتها الجميع. الحرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا قعدنا تقريبا فيها 10 سنين، اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف استباح دمنا واستباح مستقبلنا، استباح دمنا واستباح مستقبلنا انه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت. فكان متصور انه ممكن يعمل ده، ولكن برضو باخلاص ودماء ابنائنا سواء اللي استشهدوا او اللي اصيبوا كان فضل كبير قوي من ربنا علينا ان تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغايه دلوقتي. أكد الرئيس السيسي أن الظروف التي تحملها المصريون تزداد نتيجة الصراعات المتتالية والظروف المتعاقبة في العالم، مرورا بأزمة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية والحرب على غزة. وأشار الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة لمناسبة يوم الشهيد، أشار إلى أن التحديات والأوضاع في المنطقة لها تأثير على مصر. الأزمة الكبيرة اللي احنا عشناها بقالنا أكثر من 4 سنين دلوقتي، كورونا وبعدين الحرب وبعدين الحرب، كورونا سنتين والحرب الروسية داخلة على السنة الثالثة، ثم الشهر الخامس خلص بتاع غزة بكل ما تعنيه، يعني هذا الأمر من تهديد وتحدي كبير جدا لينا كمصريين وحتى لمنطقتنا كمان. بقول كده لأن الظروف اللي فاتت والضغط اللي تحمله المصريين خلال الـ4 سنين واللي زاد يمكن في السنة الأخرانية
أكتر والأسعار زادت أكتر. طب هل أنا بقول الكلام دوت عشان يعني أطيب الخواطر أو يعني كلام بقوله للناس في مصر عشان يستحملوا أكتر ولا يبذلوا جهد أكبر ولا عشان يخلوا من بالهم من بلدهم أكتر ولا إيه؟ أقدر أقول لكم بصراحة كل حاجة. كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة ضبط سوق الصرف. وأوضح الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أنه لولا السعر المرن وفقا لطلبات السوق لحدثت مشكلة كبيرة. 18 شهور كده كنت بتكلم على موضوع التعويم وقلت أنا هقف قدام هذا الأمر لأنه بيمس الأمن القومي المصري. طب ليه؟ لأن كان تقديرنا ساعتها الاقتصادي إن إحنا ما نقدرش نعمل ده من غير ما يكون عندنا رقم معتبر من الأموال اللي نقدر ننظم بيها السوق ده لما نسيبه كده. كان ممكن أول نتكلم على أرقام ضخمة جدا، تكلمني في 80 و90 ما هو كده بقى، لكن النهاردة كان لما يكون معايا أقدر أقول رقم تقريبي والدكتورة هالة تصلح لي 45-50 بين الرقم بتاع المشروع رأس الحكمة وبين الاتفاق مع الصندوق 8-9، مش كده يا دكتورة؟ وتفضلي استريح، تفضلي. والاتحاد الأوروبي وأيضا أي أمور أخرى، لما يبقى معايا الرقم ده وأقدر إن أنا يعني أعمل سعر مرن طبقا للطلب يبقى أنا ممكن أنجح، لكن غير كده كان هيبقى في مشكلة كبيرة جدا في مصر. وأكد الرئيس السيسي أن الشهداء سيبقون في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام. وأضاف الرئيس السيسي أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع لكنه تضحية وأثمان تدفع لصون مصر واستقرارها وأمنها. إن صفحات تاريخ هذا الوطن ذاخرة بأيام تشهد على قصة كفاح الشعب المصري المليئة بالتضحيات والبطولات التي أضاءت مشاعر النور وألهبت مشاعر الوطنية وحطمت صخور اليأس ومهدت دروب الأمل وخلدت أسماءها في سجلات الشرف. إنهم شهداء مصر وبريق ضيائها، وسيبقى هؤلاء الشهداء في وجدان أمتنا محل تقدير واحترام واحترام الضمير الوطني، ودليلا قاطعا على أن حب الأوطان ليس شعارات ترفع أو عبارات تنطق، وإنما تضحيات حقيقية، عرق وجهد ودماء ثمنا لصون مصر وأمنها، ثمنا لصون مصر وأمنها واستقرارها وتقدمها. وأكد الرئيس السيسي أن مصر حريصة على أن يظل معبر رفح مفتوحا ولن يتوقف العمل من أجل حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه كلف بإعداد دراسة لتحديد كلفة إعادة إعمار غزة التي يقطنها أكثر من 2 مليون مواطن. وطلبت من المؤسسات تعمل تقدير لتكلفة الإعمار في غزة اللي فيها 2.3 مليون، تكلفته أكثر من 90 مليار دولار. 90 مليار دولار عشان ترجع غزة ببنيتها الأساسية وتبقى ممكن الناس تعيش فيها. كان ممكن حد يقول لي كنت خدت 2 مليون عندك في مصر في سيناء، يعني ما الأرض كبيرة، يعني
أنا بقول لكم كلكم، والأمور هتتحل يعني، والأمور إيه؟ هتتحل. بقى اللي أنتوا شايفين دمهم دول ممكن نخونهم ولا إيه؟ ويقول لك أصل الحكاية وترتيب، ترتيب مين؟ الأرض أرضنا وبلادنا ومسؤولين كلنا إن إحنا نحميها زي ما هي كده، آلاف السنين دي حدودها، ومحدش بفضل الله محدش بفضل الله أبدا هيفرط في حاجة يعني. وأكد الرئيس السيسي أن التاريخ سيحكي يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والضياع والفوضى إلى بر السلامة والاستقرار صعبة، وأن الثمن المدفوع من دماء أبنائنا كان غاليا وعزيزا. وأضاف الرئيس السيسي أن التاريخ سيتوقف أمام المعجزة الكبرى التي حققها المصريون خلال السنوات الماضية. سيحكي التاريخ يوما كيف كان العبور بمصر وشعبها من حافة الخطر والفوضى والضياع إلى بر السلامة والأمان والاستقرار صعبا وقاسيا، كم كان الثمن المدفوع من دماء أبنائنا غاليا وعزيزا، وكم كان حجم العمل والصبر والجلد وإنكار الذات كبيرا فوق التصور. إن التاريخ سيتوقف طويلا أمام معجزة كبرى حققها المصريون خلال السنوات الماضية. لمناسبة يوم الشهيد كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أسر شهداء الوطن، وذلك خلال فعاليات الندوة التثقيفية 39 للقوات المسلحة. البطولة تمنها حياة، حياة بتغيب وحياة بتتولد، لكن البطولة بتعيش ما بتغيب، بتتولد مع كل شهيد، بتبني أرض، بتبني حلم، بتمحي يأس، بتحقق أمل، بتقوي قدرة وطن وعزيمة جيش بيصون كل شبر من أرضها. عاشت روح الشهيد بفخر واعتزاز، عاشت لكل مصر، عاشت في قلوب الناس. 9 مارس يوم الشهيد ويبقى الأثر. ولد الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض في 22 من أكتوبر 1919 بمدينة طنطا، ويعد واحدا من أشهر العسكريين العرب. استشهد عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها في خدمة القوات المسلحة متأثرا بجروحه، ليسدل الستار على مسيرة بطل مصري يظل خالدا في ذاكرة هذه الأمة. أنا لست أقل من أي جندي يدافع عن الجبهة، ولا بد أن أكون بينهم في كل لحظة من لحظات البطولة. كلمات قليلة في العدد كبيرة في المعنى، كتب بها الشهيد الراحل الفريق أول عبد المنعم رياض دستورا له سار عليه حتى استشهد وسط جنوده. الجنرال الذهبي عبد المنعم رياض بطل مصري، كتب بدمائه تاريخا مميزا وحفر اسمه وسط عظماء مصر الذين سيظل اسمهم يتردد على ألسنة كل الأجيال. ولد الجنرال الذهبي في 22 من أكتوبر في 1919 في قرية سبيربي بمدينة طنطا، ويعتبر واحدا من أشهر العسكريين العرب، حيث شارك في الحرب العالمية الثانية
بين عام 41 و42، وشارك في حرب فلسطين في عام 1948 والعدوان الثلاثي في عام 56، وفي 30 من مايو 67 عين الفريق قائدا لمركز القيادة المتقدم في عمان، وأعلن قائدا عاما للجبهة الأردنية، ولكن لم يمض أسبوعا حتى استدعى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ليعينه في 11 من يونيو رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة المصرية. فبدأ مع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة الجديد الفريق أول محمد فوزي إعادة بنائها وتنظيمها، فبدأ الإعداد لحرب أكتوبر، ونفذ جنود مصر البواسل عددا من العمليات الناجحة في عهده خلال حرب الاستنزاف التي أسفرت عن تدمير 60% من تحصينات خط بارليف الذي تحول من خط دفاعي إلى مجرد إنذار مبكر، كما كان له دور بالغ الأهمية في تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 من أكتوبر في عام 1967، كما أنه صمم الخطة 200 الحربية التي طورت بعد ذلك لتصبح خطة العمليات في حرب أكتوبر. ساهم عبد المنعم رياض في تغيير المعادلات العسكرية، إذ بدت بصماته جلية في حرب المدرعات اعتبارا من العام 1968، بعدما أوصى بتدريب جنود المشاة عليها في سرية شديدة ليصبح الجندي المصري في حرب أكتوبر مدمرا للدبابة. وفي صبيحة يوم 9 من مارس قرر عبد المنعم رياض أن يتوجه بنفسه إلى الجبهة ليرى نتائج المعركة ويشارك جنوده في مواجهة الموقف، وقرر أن يزور أكثر المواقع تقدما التي لم تكن تبعد عن مرمى النيران الإسرائيلية سوى 250 مترا، ووقع اختياره على الموقع رقم 6، وكان أول موقع يفتح نيرانه بتركيز شديد على دشم العدو في اليوم السابق، وفجأة بدأ الضرب يقترب وبدأت النيران تغطي المنطقة كلها، وكان لابد أن يهبط الجميع إلى حفر الجنود في الموقع. شهد هذا الموقع الدقائق الأخيرة في حياة الفريق عبد المنعم رياض، حيث انهالت نيران العدو فجأة على المنطقة التي كان يقف فيها وسط جنوده، واستمرت المعركة التي كان يقودها بنفسه حوالي ساعة ونصف الساعة، إلى أن انفجرت إحدى الطلقات المدفعية بالقرب من الحفرة التي كان يقود المعركة منها، ونتيجة للشظايا القاتلة وتفريغ الهواء أصيب ونقل إلى مستشفى الإسماعيلية، والتي استشهد فيها عبد المنعم رياض بعد 32 عاما قضاها في خدمة القوات المسلحة متأثرا بجروحه، ليسدل الستار على مسيرة بطل مصري يظل خالدا في ذاكرة هذه الأمة. يفرض موقع مصر الاستراتيجي عليها دورا خارجيا فعالا، وذلك لمواجهة العديد من التهديدات المحيطة والمخاطر القريبة.
وتحتل القضية الفلسطينية أولوية لمصر، كما تتحمل القاهرة مسؤولية كبيرة إزاء قضية كونها جزءا أصيلا من الأمن القومي المصري. والمزيد في سياق التقرير التالي. موقع مصر الاستراتيجي وفاعلية دورها الخارجي ومكانتها التاريخية، كلها أمور جعلت مصر في مواجهة العديد من التهديدات المحيطة والمخاطر القريبة. ففي كل اتجاه تقريبا تواجه مصر تحديا أمنيا خطيرا يهددها بشكل كبير، لعل من أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتهديد التهجير. وتحتل القضية الفلسطينية أولوية لمصر، حيث تتحمل القاهرة مسؤولية كبيرة إزاء القضية كونها جزء أصيل من الأمن القومي المصري، وأي تطورات أمنية في قطاع غزة تنعكس بدورها على الأمن القومي المصري. يظل الموقف المصري تجاه أي تطورات أمنية مرهونا بمعاهدة السلام مع الطرف الإسرائيلي. كانت الحرب الإسرائيلية في غزة دليلاً واضحاً على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية والدعم لاستقرار وتهدئة الصراعات في المنطقة وفي الغرب. ما زالت الأزمة الليبية تحتل أهمية للدولة المصرية بسبب علاقات الأخوة بين البلدين، وبجانب أيضاً تهديدها لأمن مصر القومي من الجهة الغربية، وهو ما يستدعي القاهرة لمراقبة الوضع والحذر من أي تطورات. وفي الجنوب لم يختلف الوضع كثيرا، فالأزمة السودانية تمثل تهديدا للأمن القومي المصري بسبب المكانة الجغرافية للبلدين بجانب الروابط التاريخية التي تربطهما. من ناحية أخرى، تشهد الممرات الملاحية عمليات تهديد دولية، من أهمها التهديدات في مضيق باب المندب بالبحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي، حيث جاءت الخطط الاستراتيجية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزادت اهتمامها بمنطقة البحر الأحمر بهدف حماية وتأمين السواحل الجنوبية للبلاد وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق هذا الممر الملاحي الهام. ومن مظاهر هذا الاهتمام افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة برنيس العسكرية في 15 من يناير عام 2022، لتعلن مصر جاهزيتها لكافة المهام التي توكل إليها على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، بالإضافة إلى انضمام مصر إلى عضوية مجلس الدول العربية الإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي أنشأته الرياض في يناير من عام 2020 بهدف الحد من مخاطر والتهديدات التي يتعرض لها البحر الأحمر وتعزيز أمن وسلامة الملاحة البحرية. كما تشترك مصر في العديد من المناورات البحرية المشتركة لتأمين الملاحة في البحر الأحمر لتصبح الحارس الأمين للملاحة في البحر الأحمر. هي إذن تحديات كبيرة وخطيرة تهدد الأمن القومي المصري وتستدعي انتباه القاهرة وتأهبها لأي تطورات. تابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء والجهات الحكومية المرتبطة بها خلال شهر فبراير من العام الجاري، حيث أعرب مدبولي عن تقديره لجهود المنظومة التي تأتي في إطار سعي الحكومة المستمر لتيسير سبل إتاحة الخدمات للمواطنين وحصولهم عليها، جنبا إلى جنب مع جميع المبادرات الحكومية الموجهة لمختلف شرائح المجتمع، مشددا على ضرورة العمل دوما زيادة فاعلية الأداء وتعزيز وتسريع وتيرة الاستجابة لطلبات المواطنين واستغاثاتهم. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. في برقيته نقل الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي تهنئة رجال القوات المسلحة للرئيس السيسي بهذا الشهر الكريم الذي تتجلى فيه أروع صور الإيمان وتحمل المشاق وتحمل المشاق والتسلح بالصبر، مؤكدين تمسكهم بالقيم والمبادئ السامية لهذا الشهر المبارك ومناء على المسؤولية وأوفياء للمهام التي يتحملون أمانتها لصون تراب هذا الوطن. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي بذات المناسبة.
يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعا اليوم لمراجعته النهائية واعتماد توصيات ومخرجات جلسات الحوار الاقتصادي في ضوء ما تم من مناقشات تمهيدا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي. تستأنف في القاهرة غدا محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ذلك في محاولة للتوصل إلى أول وقف طويل الأجل لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك قبل حلول شهر رمضان المبارك. وكانت القاهرة قد استضافت الأحد الماضي على مدار 4 أيام جولة مفاوضات تستهدف تهدئة في غزة لمدة 6 أسابيع يتخللها تبادل المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، حيث شاركت في تلك الجولة التي تأتي برعاية مصرية وفود من حماس وقطر والولايات المتحدة الأمريكية. وغادرت حماس في نهاية الجولة للتشاور إلا أنها أعلنت أن المفاوضات متواصلة. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على أنحاء قطاع غزة لليوم 55 بعد المئة على التوالي، حيث أفادت مصادر صحية أن العدوان اليوم أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين، إذ قصفت إسرائيل برجا سكنيا كبيرا في مدينة رفح الفلسطينية، واستهدفت منازل في مخيم النصيرات وشرقي مخيم المغازي بوسط القطاع، كما نسفت مربعات سكنية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. واستهدفت قوات الاحتلال فلسطينيين كانوا ينتظرون وصول المساعدات بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، مما أسفر عن إصابة 20 شخصا. هذا وأعلنت السلطات الصحية أن قوات الاحتلال ارتكبت 10 مجازر خلال 24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 82 شهيدا و122 إصابة، كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 30,960 شهيدا و 72,524 مصابا. استشهد عشرات الشهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما أصيب آخرون في أنحاء متفرقة من قطاع غزة جراء قصف عنيف لقوات الاحتلال. وقصفت قوات الاحتلال عددا من المنازل بحي الزيتون بقطاع غزة، ويشهد قطاع قصفا عنيفا جوا وبرا وبحرا لليوم 55 بعد المئة من العدوان الإسرائيلي على القطاع. أظهر تحليل لصور الأقمار الاصطناعية أجرته شبكة CNN الأمريكية أن طريقا يعمل الجيش الإسرائيلي على إنشائه ويقسم قطاع غزة إلى قسمين وصل إلى ساحل البحر المتوسط. يأتي ذلك فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن هذا الطريق هو جزء من خطة أمنية للسيطرة على المنطقة لأشهر، ربما لسنوات قادمة. كان الجيش الإسرائيلي قد لفت إلى استخدامه الطريق ليكون موطئ قدم عملياتها لهم في المنطقة للسماح بمرور القوات وأيضا المعدات اللوجستية. أعلنت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، ما أسفر عن استشهاد شاب في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات. وصرحت قوات الاحتلال بأنه خلال العملية اندلعت أعمال شغب رشقة خلالها فلسطينيون جنود بحجارة وقنابل حارقة فردوا عليهم بإطلاق الرصاص الحي. وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية.
غزة اتدمرت، ما فيش حاجة. ذكرت الخارجية الفلسطينية أن اليمين الإسرائيلي وأتباعه من المستوطنين يتحدون يوميا إرادة السلام الدولية ويضعون العراقيل أمام قيام دولة فلسطينية مستقلة. وطلبت الخارجية الفلسطينية بترجمة المواقف الدولية الداعية لتطبيق حل الدولتين إلى خطوات عملية واتخاذ إجراءات من شأنها ضمان تنفيذه على الأرض، وفي مقدمة ذلك ضرورة الإسراع بالاعتراف بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وممارسة ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وفرض عقوبات دولية رادعة على المنظومة الاستعمارية برمتها. أعلن المتحدث باسم السلطات الصحية الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة عن استشهاد 3 أطفال فلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف. وأضاف القدرة أن حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف ارتفعت إلى 23 شهيدا في قطاع غزة، ونوه إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل للمستشفيات فقط، مبينا أن العشرات يفارقون الحياة بصمت نتيجة للمجاعة دون أن يصلوا للمستشفيات. يلا يا أخوان. أعلنت مؤسسة أمريكية للعمل الخيري أنها تقوم بتحميل مساعدات لغزة على متن سفينة في قبرص. وأضافت المؤسسة أن أول شحنة مرسلة إلى القطاع ستكون عبر ممر بحري تأمل المفاوضات الأوروبية في فتحه في نهاية الأسبوع الجاري. ورست السفينة أوبن أرمز التي ترفع العلم الإسباني قبل 3 أسابيع في ميناء لارانكا في جنوب قبرص أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى قطاع غزة. وكتبت منظمة أوبن أرمز على منصة إكس أن سفينتهم تستعد للمغادرة محملة بأطنان من الغذاء والماء والإمدادات الحيوية للمدنيين الفلسطينيين. حذر المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني من أن الوكالة مهددة بالموت. وأضاف لازاريني أن الوكالة معرضة لخطر التفكيك، مشيرا إلى أن مصير الفلسطينيين في قطاع غزة على المحك على المدى القصير، وذلك بسبب وقف بعض الدول لتمويلها للوكالة. وفي الأثناء أعلنت السويد أنها ستستأنف المدفوعات المعلقة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بمنحة قدرها 20 مليون دولار. وذكرت الحكومة السويدية أن استئناف التمويل جاء بعدما وافقت الأونروا على تعزيز الضوابط الداخلية وإجراء فحوصات إضافية على موظفيها ضمن إجراءات أخرى. إلى ذلك أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أعلنت أن بعض موظفي الوكالة الذين أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية في قطاع غزة أفادوا بتعرضهم لضغوط من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية ليصرحوا كذبا بوجود صلات للوكالة مع حركة حماس، وأن موظفين شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل. وأفادت الأونروا بأنها تعتزم تسليم المعلومات الواردة في تقريرها غير المنشور إلى وكالات داخل وخارج الأمم المتحدة متخصصة في التوثيق لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان. وجاء في التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتقل العديد من موظفي الأونروا الفلسطينيين، وأن سوء المعاملة والانتهاكات التي قالوا إنهم تعرضوا لها شملت التهديدات والضرب الجسدي المبرح. صرحت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أن الحرب في غزة حطمت كل معاني الإنسانية المشتركة، داعية إلى وقف الأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن والسماح بالوصول إلى المعتقلين الفلسطينيين. وقالت سبولياريتش في بيان لها إنه بعد 5 أشهر من الحرب يتدهور الوضع في قطاع غزة كل ساعة،
ولا يوجد مكان آمن للذهاب إليه، معتبرة أن عدد الضحايا المدنيين صادم. هذا ولا تسمح إسرائيل بدخول شاحنات المساعدات من مصر إلا بكميات ضئيلة حسب الأمم المتحدة، التي تحذر من أن 2.2 مليون فلسطيني من أصل 2.4 مليون من سكان القطاع الصغير مهددون بمجاعة مع نقص كبير في الغذاء ومياه الشرب. تجمع الآلاف من المتظاهرين في وسط لندن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب المتظاهرون بوقف الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ووقف قتل الأطفال وبوقف تسليح قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات مع إسرائيل. ومن المتوقع أن يسير المتظاهرون من هايد بارك إلى السفارة الأمريكية على الضفة الجنوبية لنهر التايمز. أخبار السادسة مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. قوات أمريكية وفرنسية تسقط مسيرات لقوات الحوثي بعد هجوم على ناقلة ومدمرات أمريكية بالبحر الأحمر. أعلن حزب الله اللبناني أن عناصره استهدفت موقع البغدادي الإسرائيلي وحققت إصابات مباشرة. وفي ذات السياق استهدفت القوات الإسرائيلية أطراف بلدة الناقورة وجبل اللبونة في منطقة حرقية، كما تعرضت مناطق جبل العلام وعلم الشعب ورامية لقصف مدفعي متقطع. أسقطت قوات أمريكية وفرنسية عشرات الطائرات المسيرة في البحر الأحمر. جاء ذلك ردا على استهداف قوات الحوثي ناقلة البضائع برابل فورتشن وعدد من المدمرات الحربية الأمريكية، وذلك ب37 طائرة مسيرة. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن سفنا وطائرات تابعة للبحرية الأمريكية أسقطت 15 طائرة مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في منطقة البحر الأحمر. وجه الأمين العام لجامعة العربية أحمد أبو الغيط الدعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة إلى جلسة حوارية تعقد غدا بهدف تيسير الحوار الليبي الليبي. ويأتي ذلك في إطار جهود جامعة الدول العربية المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، كما تأتي استشعارا لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم وفي هذا التوقيت الدقيق، وكمسعى لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها وتزايدت أعباؤها وتبعاتها على المواطن الليبي. أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أعلنت ترحيبها بدعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف الأعمال القتالية خلال شهر رمضان. كان مجلس الأمن قد دعا إلى وقف فوري للأعمال القتالية في السودان خلال شهر رمضان، وتبني قرارا صاغته بريطانيا بأغلبية 14 صوتا، بينما امتنعت روسيا عن التصويت. من جهتها أكدت الأمم المتحدة أن نحو 25 مليون شخص يمثلون نصف سكان السودان بحاجة إلى مساعدات، كما فر نحو 8 ملايين شخص من منازلهم وسط انتشار الجوع ما بين المواطنين. شهدت محافظة جنوب سيناء رفع علم مصر في ساحة العلم بمدينة طابة في الذكرى 35 لعودة طابة إلى السيادة الوطنية بعد معركة دبلوماسية وقانونية تاريخية. وتضمنت المراسم إلى جانب رفع العلم عزف كورال الأطفال للأغاني الوطنية في احتفالية تستهدف ترسيخ الانتماء والولاء في قلوب الأجيال القادمة، بما يؤكد رفض مصر القاطع لأي تفريط في سيادتها الكاملة على أي قطعة من أراضيها. سلام العالم.
اختتمت فعاليات الدورة 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، حيث أعلنت لجنة التحكيم عن جوائز دورة هذا العام. بمشاركة أكثر من 120 فيلماً من نحو 60 دولة، اختتمت فعاليات الدورة 25 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة. الحمد لله الدورة 25 مرت وانتهت فعاليات النهاردة بإعلان جوائز المهرجان. يعني كان أسبوع حافل بالبرامج وبالفعاليات من عرض أفلام وندوات ومحاضرات وورش. أتمنى أن هي تكون عملت حاجة مفيدة، عملت حاجة ممتعة للناس. يعني أنا سعيد طبعا بنهاية الدورة وباللي احنا عملناه، وكنت أتمنى أن أنا احنا نقدم كمان أكتر من كده وأفضل من كده، لكن يعني احنا عملنا كل اللي في وسعنا، وإن شاء الله يكون جهدنا ده يعني ليه مردود كويس عند الناس. وإلى اللقاء في العام القادم بقى الدورة 26 وبداية يعني دورة جديدة ومرحلة جديدة من عمر المهرجان. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح جائزة باسم الوثائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول في مسابقة أفلام الطلبة بالمهرجان، حرصا على دعم المواهب الشابة. قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة ارتأى السنة دي أنه يشارك ويدعم مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، ولقينا أن أفضل فرع نقدم فيه جايزة باسم الوثائقية هو فرع مشاريع الطلبة. ليه الفرع ده تحديدا؟ علشان ده تناغم مع دور الدولة في دعم واكتشاف المواهب المصرية. قلنا أن أحسن شيء نقدر نعمله أن احنا ننتج فيلم وثائقي نوفر له كل الدعم وكل الإمكانيات للفايز في المركز الأول في المسابقة دي، بحيث أن احنا نكتشف موهبة مصرية جديدة في مجال الأفلام الوثائقية. المهرجان في الحقيقة منظم جدا، الأفلام المشاركة أفلام أكتر من رائعة، بلاد كتير مشتركة، كل واحد ثقافته، وكل واحد متقدم مهرجان يستحق فعلا جايزة. وبالنسبة بقى لطلبة معهد عالي السينما، أنا عندي فيلم رسوم متحركة علشانك، عندي فيلم للطالبة في سنة أولى دينا حسن مختار عاشق الأزميل، عندي فلس الأحلام للمخرجة ليلى، وعندي الفيلم جائز واخد الجائزة الأولى المخرجة جميلة ويفي اسمه أحمر أو رد. بشكر إدارة المهرجان، بشكر طبعا رئيس المهرجان أستاذ عصام، بشكر كل زمايلي اللي شاركوا في الحدث ده. فيلم حياة ذهبية من بوركينا فاسو فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل، وحصل فيلم مارك رويتس من تشيلي على المركز الثاني، كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم كازابلانكا من إنتاج إيطاليا وفرنسا. وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة فاز بالجائزة الأولى فيلم خشب من إيران، وجاء في المركز الثاني فيلم مطاردة الشمس من كرواتيا، ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم الفلسطيني أيوب. وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالمركز الأول الفيلم الفلسطيني مار ماما، وحل الفيلم المصري عيسى للمخرج مراد مصطفى بالمركز الثاني. جهود مضنية بذلتها إدارة المهرجان لإقامة هذه الدورة المتميزة، خاصة شركاء العمل من صناع الأفلام وفريق العمل واللجنة المنظمة، وخاصة قناة الوثائقية شريك النجاح بالمهرجان. ولن نتحول إلى الشأن الاقتصادي في هذه النشرة. الشأن الاقتصادي تنضم إلينا فيها الزميلة سارة نجيب. إليك سارة. شكرا رجائي. شكرا سحر. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للسادسة، أهلا بكم. افتتحت محافظة الدقهلية معارض أهلا رمضان، والتي يصل عددها إلى 21 معرضا على مستوى المحافظة، وتصل التخفيضات بتلك المعارض إلى 30% على مختلف السلع مثل الأرز والسكر والزيت والدواجن ويانيش رمضان. وتتنوع منافذ البيع والمعارض ما بين ثابت ومتحرك خلال الشهر الكريم.
الأسعار هنا الحمد لله في متناول الجميع مخفضة، زي يعني عشان أوضح لحضراتكم تم إقامة المعرض بدون تكلفة على العارضين. العارض هنا متواجد في المعرض بدون أي رسوم أو أي إيجار شهري أو أي مبالغ مالية عموما، نظير إن هو يخفض الأسعار للسادة المواطنين عشان نقدر نتيح السلعة إن هي تكون متوفرة للناس بأسعار مخفضة. في خصم هنا 25% على الأسعار بره، السكر متوفر، الزيت متوفر، جميع المنتجات متوفرة هنا في المعرض كله بأسعار متخفضة. أنا بنصح الناس كلها إن هي تيجي المعرض، إن هي تتعامل هنا كل الأسعار موجودة، كل حاجة بأسعار مخفضة 25% عن بره المعرض. عندي 56 معرض في المحافظة، 4 رئيسيين في مدينة المنصورة. إجمالي التخفيضات في المعرض عندي بتبدأ من 15 حتى 35% على جميع السلع الاستراتيجية اللي أوصى بها مع دولة رئيس مجلس الوزراء. عندي على سبيل المثال مثلا الزيت 700 كان ب 55 و 60 جنيه، اليوم ببيعه ب 40 و 41 جنيه في المعرض. الأسعار هنا ما شاء الله بقت حلوة، وكل يوم هنا فعلا بينزلوا 2 طن سكر على 27 جنيه، والأسعار الزيت نزلوها، وهنا الدقيق عندنا بنجم القاهرة ب 25 جنيه بتخفيضات حوالي توصل ل 25%. في أسواق البترول العالمية أنهت أسعار النفط التعاملات منخفضة 1%، وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام، رغم تمديد مجموعة أوبك بلس خفض الإنتاج، وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.1% لتسجل 82 دولارا و8 سنتات للبرميل عند التسوية. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% لتبلغ 78 دولارا للبرميل. كذلك تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.2% لتصل إلى $2.62 للتر، وتراجعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.72% لتسجل $1.08 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني على تصنيف الأردن عند بي بلس بي مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة إلى أن تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة تزايد من حدة التوتر الإقليمي وتؤثر على نشاط الأردن السياحي وتحد من التجارة. نهاية جولتنا الاقتصادية للسادسة، والآن عودة مرة أخرى إلى سحر ورجاي. إليكم. شكرا لك سارة نجيب. بأخبار الاقتصاد مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. في ذكرى يوم الشهيد، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتأثر بالتحديات والأوضاع في المنطقة ويشدد على ضرورة ضبط سوق الصرف. الرئيس السيسي يؤكد أن معبر الرفح البري سيظل مفتوحا تخفيفا عن الأشقاء في قطاع غزة، ويكلف بإعداد دراسة لإعادة إعمار القطاع. مع تواصل العدوان لليوم 55%، القاهرة تستضيف غدا جولة محادثات جديدة بشأن الهدنة، وخارجية فلسطين تطالب بترجمة إجماع حل الدولتين لأفعال. وبهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. في ترام التاسعة جولة إخبارية مجددة، إلى الملتقى.